واصلت الجياد التي تعود ملكيتها لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة حضورها القوي وفوزها بالمراكز المتقدمة في مختلف البطولات التي تشارك فيها الأمر الذي يؤكد المكانة العالية التي باتت تحتلها رياضة سباقات الخيل في المملكة. بهذه المناسبة قال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: رسمنا استراتيجية جديدة للمشاركة في سباقات الخيل وقد وفقنا في هذه الاستراتيجية السليمة من خلال تحقيق العديد من الإنجازات الرفيعة باسم المملكة. فبعد أن حقق الجواد بورت ليونز المركز الأول في سباق السعودية العالمي والذي يعتبر من أكبر السباقات على المستوى العالمي، تمكن الجواد سالوت ذا سولدر من تحقيق انتصار جديد على مضمار ميدان في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، ليؤكد أن الجيادة البحرينية قادرة أو قادمة بقوة نحو تحقيق المزيد من الانتصارات على المستوى العالمي. أضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في تصريحه على أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة المزيد من الجياد في السباقات العالمية، وسنسعى إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تؤكد التطور الكبير الذي باتت تعيشه رياضة الفروسية في المملكة في ظل الدعم الكبير من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى الداعم الأكبر والأول لرياضة البحرينية بصورة عامة ورياضة الفروسية على وجه التحديد. تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: لقد رسمنا خريطة بطولات مقبلة ستشارك فيها الجياد التي تعود ملكيتها إلى فريق فيكتوريوس، ونحرص حاليا على تهيئتها بصورة مثالية من الناحية البدنية والفنية للوصول إلى المزيد من الإنجازات المثالية. بيّن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المتتبع لمسيرة الجواد سالوت ذا سولدر في السباق العالمي الكبير يؤمن بقوة المنافسة التي كانت حاضرة في السباق وسط مشاركة كبيرة من قبل خيرة الجياد والفرسان. وكان الجواد سالوت ذا سولدر ملكي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة. فريق فيكتوريوس قد تمكن من تحقيق المركز الأول في سباق كرنفال دبي العالمي للخيل لفئة 4 سنوات ولمسافة 1600 متر على المسار الرملي بقيادة الفارس أدري ديفيرس والمدرب فوزي ناس.